شكرا يا ملك، شكرا يا ملك. هو عنوان الأوبريت الذي سوف نشاهده الآن. كتب كلماته الشاعر عبد الله الشريف، ولحنه الفنان بندر سعد، ويؤديه الفنانون خالد عبد الرحمن. أنت المواطن والوطن يا سيدي، وأنت الملك، تستاهل الشعب الوفي وهو بعد يستاهلك. أعطيته القلب الكبير وأعطيته الخير الكثير، دامك بخير شعبك بخير ويقول شكرا يا ملك، شكرا يا ملك، شكرا يا ملك. تصبح يا غدي ولا تخيل كل هذا كيف تصبح يا غدي. كيف ابتدي يا ديرتي، كيف ابتدي يا مورد الغالي ونعم الموردي.
الشبر صرح يشيده والبنت صاغت باسمك أغلى قلادة وانت بعين الشبل صرح يشيده والبنت صاغت باسمك أغلى قلادة الكاتب يشوف الرواية فريدة يستلهم التاريخ وانت مدادة الكاتب يشوف الرواية فريدة يستلهم التاريخ وانت مدادة الكون يغري والوطن عاد ممنورة طاهم جادمة في زيادة الشعب واعي والقيادة رشيدة شوف التلاحم شعبك بخير ويقول شكرا يا ملك ويقول شكرا يا ملك يا سيدي وانت الملك الشعب الوفي وهو بعد يستاهلك وعطيته الخير الكثير ويقول شكرا يا ملك يسرنا الآن أن نقدم دروعا تذكارية تكريما للفنانين يقدمها الأستاذ عبد الرحمن الهزاع مستشار وزارة الثقافة والإعلام المشرف على التلفزيون الفنان خالد عبد الرحمن الفنان راشد الفارس الفنان عباس إبراهيم
الفنان بندر سعد، ولكاتب الكلمات الشاعر عبد الله الشريف. كما يسر الفنان الزميل فيصل يماني أن يقدم هدية تذكارية للأستاذ عبد الرحمن الهزاع. وأيضا الفنان حسن عسيري. وأيضا للشاعر عبد الله عبيان. ونختم حفل هذه الليلة وهذه المناسبة بالعرضة السعودية، فشكرا لكم ولحضوركم، وكل عام والوطن وأنتم بخير.